يا سلطان قلبي وروحي، يا فرحي وسبب سعادتي، حياتي ما لها معنى لما ما بتكون جنبي يا غالي. سليمان لا تتركني لحالي بهالدنيا، أنا معك ولدت من جديد، أنا روحي وعقلي وقلبي إلك يا سليمان. ما في شيء إله معنى وقيمة من دون ضحكتك الحنونة ونظرة عيونك. كيف بدي ارتاح وسلطاني ونور قلبي ما لهم وجود معي؟ دخيلك يا رب العالمين تشفي لي سليمان. يا رب رجعوا لأولاده، هن بحاجة لإله. أنا طمعانة برحمتك الواسعة يا رب، لا تفرقنا عن بعض ولا تحرمني من سليمان. يا رب هذا الحنان أنا طول عمري عم دور عليه، لا تحرمني منه بعد ما لقيته. يا رب أنا من دون سليمان روحي بتموت. دخيلك يا رب، دخيلك ترجع الفرحة لقلبي وقلب أولاده. يا رب أنت قادر على كل شيء. يا رب احميني واحمي أولاده من شر اللي بيكرهونا. يا رب دخيلك لا تحرمنا من سندنا بهالدنيا. أنا بعرف إنك بتستجيب لدعوات المؤمن الصادق إذا دعاك وطلب منك. يا رب خذ روحي أنا، بس رجعوا لأولاده. يا رب شفي لي حبيبي سليمان. يا رب أنا مالي غيره بهالدنيا. يا رب رجع لي حبيبي. يا رب سليمان، الحمد لله يا ربي لأنه استجبت لدعائي وشفيته وأخيرا صحيت. سليمان شو اللي صار لي؟ حاولوا إنهم يقتلوك بالسم مولاي، كانوا بدهم يأخذوك مني. كيفو سليم وبيازيد وجهانجير؟ بخير يا سليمان، هن مو عرفانين أنا ما قلت لهم عن مرضك. الحمد لله على سلامتك يا مولاي. طول الوقت عم ندعي للطيب وترجع لنا بالسلامة. أنا عم أحقق بالموضوع ورح لاقي له المجرم ورح أعاقبه وبأقرب وقت يا مولاي. تركني أنا وعيلتي لحالنا يا إبراهيم. تحت أمرك يا مولاي السلطان. مولاي الله يحميك وألف الحمد لله على السلامة. يحمي منكم. الحمد لله على السلامة، كتير خوفتنا عليك، هاي أطول ليلة بقضيها بحياتي. مريم حبيبتي اصحك، شوفك عم تبكي يا بنتي.
يلا ورجيني ضحكتك مريم. مو مصدق يلي صار مولاي. وقت كنت معك كنت منيح، كيف صار هالشي؟ محمد، مريم أبوكم تعبان، يلا رجعوا على قوتكم، أنتوا ما نمتوا مبارح. سليمان لا تحكي حتى ما تتعب، مشان ترجع صحتك وقوتك مثل الأول وأحسن. أنتي قوتي وكل حياتي، أنا رجعت، رجعت على الحياة مرة تانية لأنك معي. أنا ما عملت شي سليمان، قدرت الله ويحيى أفندي هني شافوك، شو كنا رح نعمل لو ما تدخل؟ سليمان أنت روحي وقلبي، وأنت الشمس يلي بتضوي على دنيتي كلها. حياتي بدونك يا حبيب قلبي والله ما له معنى، بتمنى من كل قلبي انه يمسكوا لهذا المجرم، لانه لازم يكون عقابه كتير كبير. يلي سوى هالشي رح يدفع الثمن روحه يا ويام. هو قريب منك يا سليمان، موجود بيناتنا، فكر منيح وأكيد رح تعرفه. هو هون قدام عيونك، من يومين ورجيتك رسالة بعتها إبراهيم باشا لناهي الدوران، ورحته بعدين على بورصة. معقول يكون هالشي صدفة ولا مخططين له من قبل؟ سليمان عدوك معروف منيح، انت لازم تحمي حالك من اصدقائك.